ازيكم؟ معكم سلسلة فيديو. النهارده بنتكلم عن اللي خارب الميزانية بتاعت البيت وبتخلص في المصروف بتاعها اول 10 ايام. تجيلي بقى علشان انا عرفت انا هعمل ايه في الحل ده، عشان كنت مبوظ الدنيا خالص. يلا بينا نبدأ الفيديو بسرعة. ازيكم؟ معكم سلسلة فيديو. النهارده بنتكلم عن لو انت بايظة خالص في مصروف البيت ومش بتعرفي تحوشي، او بالمصروف البيت بمعنى صح بيخلص اول 10 ايام. اسمع الفيديو ده ويلا بينا نبدأ الفيديو بسرعة. طبعا اتأخرت عن برضو عن الفيديوهات عموما علشان الشفاطة اللي في وشي دي هي خفت، فقلت بقى اطلع لكم علشان يعني خفت شوية، يعني اصلها 10% كده وتخف. فما تنسوش كمان اللايك والاشتراك ويلا نخش على الفيديو. تمام، ليه اصلا انت عملت الفيديو ده؟ من فترة كده، من 6 شهور بالظبط او 7 شهور يعني كده، في متابعة غالية عندي جدا طلبت مني ان انا اعمل فيديو ازاي احافظ على ميزانية البيت، وازاي يبقى الميزانية معايا شاطرة وابقى زي الستات الشاطرة كده اللي هم بيقضوا يعني بيتهم بيبقى فيه كل حاجة، بس في نفس الوقت بيوفروا وبيعرفوا يدبروا من هنا على هنا وما بيحرموش نفسهم من اي حاجة. المهم انا قلت دي فكرة حلوة جدا، بس كان في نقطة خلتني اتعطل ان انا اعمل الفيديو ده. ايه هي بقى النقطة دي؟ ان انا اصلا كنت خارب مصروف البيت وجوزي هيشد شعره مني، يعني يديني المصروف اول 5 ايام او 10 ايام بالكتير مفيش مصروف بيت. بقعد اشتري حاجات وانا حاطه في دماغي ان دي حاجات مهمه وحاجات اساسيه في البيت وتخلص او تبوظ. بجيب حاجات مثلا كتير عن حدها على اساس بقى ان انا بوفر ولا الكلام ده، الدنيا عندي بايظه خالص. فانا لو كنت عملت الفيديو ده من 6 شهور فاتوا والحل عندي ما كانش موجود، او انا كنت طالعه بقى عشان اقول اي كلام وقريت اي كلمتين هقولهم وخلاص، كان جوزي هيشوف الفيديو هيعملي مشكله يقول لي يا نصابه بتنصبي على الناس وانت بتقولي هنظبط الميزانيه وانت اصلا الميزانيه معاكي في الطراوه خالص. فانا ظبطت نفسي وهقول لكم انا ظبطت نفسي ازاي بالظبط عشان ما حدش يجي يقول ان انا نصابه. انا هقول لكم بالظبط انا عملت ايه. تمام، اول نقطه، وانت نازله تشتري حاجات البيت بتكتبي كل الحاجات اللي ناقصه عندك. يعني بتكتبي انا عايزه كيلو بصل، عايزه كيلو توم، عايزه طماطم، عايزه خيار، عايزه مكرونه، عايزه رز. بتكتبي الحاجات كلها اللي انت عايزاها. ليه؟ لان احنا كستات بننزل نكون عايزين نشتري حاجه بننسى بنجيب حاجه تانية خالص. بنبقى نازلين داخلين نجيب جزمه ما لقيناش الجزمه اللي احنا عاوزينها او ما لقيناش المقاس، نجيب شنطه ونقول ايه انا كنت محتاجاها اصلا. تمام، دي اول نقطه، ان انت لازم تكتبي الحاجات اللي انت عايزاها في ورقه وتنزلي بالورقه وتجيبي بالفعل الحاجات اللي انت جبتيها واللي انت جبتيه بتعلمي عليه، واللي انت مش لقيتيه يعني وهتنزلي له نزله ثانيه بتعملي عليه دوريه وبتقولي ان انا هنزل اجيبه المره الجايه. دي اول نقطه. تاني نقطه بقى عندي حاجه مهمه قوي، الخصومات والعروض. الخصومات كلمه خصم اللي بتبقى مكتوبه باللون الاحمر ده، هم اصلا كاتبينها باللون الاحمر عشان يشدوا عيوننا ليها، عشان عيوننا بتزغلل. عارفه لو كتبت بلون مثلا بينك انت مش هتبص لها اصلا، لكن هم بيعملوا كده علشان نروح ونجري عليها. طب تمام، انا ما عنديش يعني انا موافقه جدا احنا نشتري في الخصومات، عايزين نوفر طبعا لاهالينا ولاجوازاتنا، ولو انت بتقبضي عايزه توفري طبعا من مرتبك، بس لما يكون الخصم كبير قوي، يعني الخصم مثلا 60% على حاجه انت محتاجاها بتجيبيها. لكن ما لقيش خصم 2 جنيه على كيس المكرونه، او الناس ده جايبه مثلا 6 كيس 7 كيس مكرونه عشان عليهم خصم 2 جنيه، ال 2 جنيه دول ايه اصلا؟ او خصم 10%، الرقم ده بيضايقني جدا. يعني ايه خصم 10%؟ قبل كده لقيت، كنت في سوبر ماركت كبير، لقيت ناس كتير مرمومه على عروض بتاعه زبده، فانا ببص لقيت ان الخصم اصلا نص جنيه على الكيلو. طب وانت اصلا يعني ليه تجيبي حاجه عندك في البيت بس مجرد ان هي خصم فانت تقولي لازم اجيب حاجه في الخصم؟ بتلاقي العربيه كلها اتملت بتاعت السوبر ماركت عشان خصم، مش قادره اتكلم، عشان خصم 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 خصم. فدي حاجه برضو انا ما بنصحش بيها خالص. انت بتجيبي مثلا لبس اللي هو مثلا موسم الشتاء خلص، خصومات الشتاء انت بتجيبي ده بالفعل، انت كده بتوفري بتجيبي الشتاء اللبس الشتاء اللي هي الشتاء اللي بعديه بيبقى في الخصومات، في الصيف كذلك. لكن خصومات على الاكل او الكلام ده لو انت مش محتاجه الحاجات دي فبلاها خالص، عشان هما يعني كده كده هتلاقي برضو انت دافعه لك معديه ال 1000 جنيه على ولا حاجه. يعني والله بشوف ارقام بتدفع، بقعد ابص كده، انا ماسكه بايدي، بقعد اشوف ارقام بتدفع كده، ارقام خزعبليه من لا شيء. ونبقى احنا ماشيين في الشارع مقتنعين جدا ان احنا بنوفر واحنا اصلا بنبهدل الدنيا، وده الكلام ده بيبقى في اول شهر. انت اول ما بتقبضي بتنزلي، يعني احنا عارفين انت عارفين بالظبط احنا في اول شهر، اول الشهر بنتفشخر فشخره، اخر الشهر لورا، يعني بصوا الفشخره بتجي لورا، يعني احنا الكلمه دي بجد ما اتقالتش من فراغ. النقطه اللي بعديها،
ان انت لما تنزلي مثلا، طب احنا داخلين على مناسبات عيد، مدارس، ولد النبي، رمضان. رمضان ده بقى ايه؟ بيبقى حوار تاني خالص. زينة رمضان، اكل رمضان، خزينة رمضان، على اساس ان احنا كل يوم عندنا عزومات مثلا. طيب اولا في رمضان لما تنزلي تشتري حاجات رمضان، اوعي تنزلي السوبر ماركت وانت صايمه. وانت صايمه دي انت هتجيبي السوبر ماركت كله. طبعا الانسان وهو صايم بيحس ان هو هياكل جبل رز وجبل مكرونه وجبل لحمه، واحنا اصلا مش بنعمل كده، احنا بس عشان صايمين فبنحس ان احنا عايزين ناكل كده، لكن في الحقيقه لا. انت بتنزلي تجيبي الشوبنج بتاعك، تنزلي تجيبي حاجات من السوبر ماركت او من السوق بعد الفطار على طول، تصلي المغرب والتراويح، تصلي التراويح بقى بعد العشاء والكلام ده، وبعد كده تنزلي تجيبي حاجه البيت، هتكون انت اصلا شبعانه، فبالفعل هتجيبي الحاجات اللي انت محتاجاها، هتجيبي الحاجات اللي انت محتاجاها، مش هتجيبي بقى زيادات، ماشي؟ وما تقلديش حد، ما تشوفيش دي جابت مكرونه نوع كذا تقول انا هجيب زيها، لا، كل واحد بيجيب احتياجاته. انت احتاجتي مثلا المكرونه دي بتحبيها هتجيبيها، مش مهم ان احنا نقعد نقلد الناس. النقطه اللي بعديها نمسك بقى دي شويه ما مسكتهاش خالص. هنيجي بقى نتكلم في نقطه ان احنا بنجيب كميات ايه. انت فردين، بتشوفي الفردين دول بياكلوا مثلا كيلو الطماطم في قد ايه. انا قبل كده جبت كان بطاطس، جبت كميه كبيره، كانت رخمه يعني، مثلا ايه كلمه 3 × 10 مثلا، فبتغريني، فقوم جايبه 6 × 20 يعني، ما فرقتش عشان دي. بس للاسف ان في البطاطس من كتر ما احنا مثلا بتتركن عندنا، انا مثلا مش غاويه بطاطس بس بجيبها عشان عليها الراجل قال 3 × 10، فحسيت ان هي رخيصه فبتتركن فبتبوظ، فحرام يعني. في ناس اولى بيها وفي ناس محتاجينها، مش هنقعد نجيب اكل ونقعد نرميه في الزباله، حرام يعني. كذلك الاكل، بتعملي الاكل على قدك، ما تعمليش ديك روم وانتوا فردين، اعملي قسمي الاكل بتاعك علشان توفري وفي نفس الوقت تبقي موفره بجد. زي الستات بقى زي ايام تيتا وجدو بقى كده، اللي هم كان البيت مليان خير وفي نفس الوقت كان القبض ما كانش بيبقى كتير جدا، والبيت مليان خير بس ايه، بيعرفوا يصرفوا دماغهم كده. طيب في نقطه بقى، انا اخر مره نزلت مع مامتي ربنا يديها الصحه سوبر ماركت، كان في 6 علب زبادي كان تمنهم تمن يعني، وفي 6 زيهم بس عليها عرض كان تمن تاني، فانا اصلا كده كده كنت محتاجه الزبادي عشان لازم ناكل زبادي كل يوم. فمامتي خدت بالها قالت لي انت يا بنتي بتجيبي غالي ليه، ما هو التاني عليه عرض. فانا سكت كده، انا مدى الحياه ما بعملش كده اصلا. طب خلاص انا كده اتاكدت ان انا وانا داخله سوبر ماركت، خصوصا لو سوبر ماركت كبير، انت مثلا عايزه مكرونه هتشوفي ايه المكرونه اللي عليها عروض، ونفس الماركه عادي، هي كانت نفس الماركه، كانت نفس الشركه اصلا، مش حاجه رديئه، ونشوف العروض ونشغل دماغنا نوفر حتى في الجنيه هنوفر فيه، فده يعني ده مع ده مع ده هيظبط الدنيا، تمام يعني. يعني لازم برضو نشوف، مثلا كنت هشتري علبه تونه كانت ومش معروفة خالص، كانت سعرها حاجة، لقيت واحدة أحلى منها كانت سعرها أرخص. فالمهم إن أنا إيه خدت بالي من النقطة دي اللي أنا قلت إيه، وأنا زي ما كنتش بعمل كده من زمان. بس أتكلم في حاجة مهمة جدا، واحدة مثلا بتحب تجيب ديكورات البيت وبتحب تشتري تجدد بيتها وكده، فممكن تاخد الفلوس من اول الشهر تصرفها كلها على ديكورات البيت، واخر الشهر ما تلاقيش ايه تاكل اصلا، انت خدتي فلوس البيت وجبت بيها حاجات مش هتتاكل. فايه الحل اللي بقى؟ علشان انا فكرت في الموضوع ده كتير جدا، انا من الناس اللي بحب الديكورات وبحب اشتري حاجات اجدد بيها بيتي، بس في نفس الوقت ايه انا مش عايزه ازنق نفسي. فلقيت حل حلو جدا، انا مثلا عارفه ان رمضان كمان 5 شهور وعايزه اشتري زينه رمضان، انا بقعد احوش من كل شهر مبلغ يفيد مني، او اشيل مثلا 50 جنيه على جنب مثلا يعني، ولحد لما رمضان يجي بقى، شهر قبل رمضان بتلاقيني معايا المبلغ اللي انا هعمله، فبالتالي انزل بجيب اللي انا عايزاه، بس فلوس الشهر اصلا ذات نفسه اللي انا لسه واخداه ما تقصرش، لان انا اصلا موفره الفلوس قبلها، زي نظام الجمعيات كده زمان، فاهمه؟ بس في ناس ما بتحبش الجمعيات، فانت حاولي تمسكي ايدك وتوفري. مش هتعرفي تمسكي ايدك خلي الفلوس في الفيزا، مش هتعرفي تمسكي ما عندكيش فيزا شيلي الفلوس مع مامتك، مامتك نصابه بتنصب عليكي، حاولي تشيلي الفلوس مع اي حد انت واثقه فيه، طبعا ما فيش اكتر من مامتك اساسا، بس يلا بقى نقول اي كلام. والمهم ان الفلوس دي ما تشوفيهاش وتنسيها، عشان ايه ايديكي ما تتجرش عليها على حاجات انت مش عاوزاها اصلا. وفي نقطه كمان مهمه جدا، ان انت بتشتري الحاجات اللي انت محتاجاها بس، يعني قبل ما تشتري اوردر انت عارفه ان الاوردر ده هيتحط في مثلا الفازه دي، انت عارفه ان هي هتتحط هنا فهتشتريها. انا بلاحظ بنات كتير ان هي بتجيب الحاجه ولاقيها كاتبين في الجروبات يا جماعه دي استخدامات هي بعد ما تشتريها، بمجرد ان هي لقيتها مثلا سعرها حلو فاشتريتها وهي ما لهاش استخدام اصلا. فلازم تشتري الحاجه وانت محتاجاها فعلا، عشان اولا الفلوس، ثانيا عشان ما تكركبيش الدنيا، ثالثا يعني ايه دي اسمها تبذير، يعني احنا مش عايزين نبقى مبذرين ونتحاسب عند ربنا. في فرق بين ان انت تبقي عاديه، في فرق ان انت بتبقى مبذره، وفي ناس في فرق ان انت تبقي جلده خالص، ان انت بقى مش هتشتري اي حاجه، دول طبعا يعني ربنا يشفيهم عشان ده بيبقى مرض. فانت بتشتري الحاجات اللي انت محتاجاها
وانت بالفعل بتدوري عليها وعارفه استخداماتها ايه. انا اصلا ما بشتريش كوبايه غير ما اكون محتاجه، انا عارفه ان انا محتاجه الكوبايه دي. اي حاجه جديده دلوقتي بقى في ترندات كتيره جدا، في حاجات موضه كتير جدا، يعني على ايام جهازي ما كانش في حاجات كتيره كده، دلوقتي في حاجات كتيره جدا، يعني اختراعات اختراعات. واحده مثلا تقول مثلا قشره الثوم مش عارف ايه حاجات كده، يعني انت ما كانش ايدك تفصصي الثوم يعني يعني بالعقل كده. قطعتي البطاطس بس ماشي حلوه، بس يعني فيها ايه لما تقطعيها، ولما تحتاجي بقى المكنه دي تشتريها مثلا، يعني مش عشان انت تقلدي واحده تانية وخلاص. اللي بيجيب المكنه دي بيبقى اصلا ما بيعرفش يقطع البطاطس، او ما بيحبش اصلا يقطع البطاطس، فجابها علشان ايه؟ يعمل تك تك خلاص. لكن انت بقى مغرمه بتقطيع البطاطس وبتحبي البطاطس، انت تجيبيها ليه بقى؟ يعني انت كده كده حريفه. فانت لازم تشتري احتياجاتك، اذا كان بقى في الديكور او في الاكل او في اللبس او اي حاجه في شتى انحاء الحياه. حلوه الجمله دي، انا مش عارفه قلتها ازاي اصلا، بس لازم نفكر احنا محتاجين ايه. بس كده يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، وانا بجد يعني انا اتعدلت جدا في النظام، وبقيت يعني بحاول الم نفسي، وبقيت شاطره الحمد لله، بقيت ست بيت كده ايه، بوفر وبعرف الم ده منين واجيب ده منين ده منين، وكمان بقيت بعرف اشتري اللي انا عايزاه، يعني بشتري كل الحاجات اللي انا عايزاها، بس بعرف ازاي يعني ايه، بقيت عملت اللي انا قلت لكم عليه ده. ويا رب تكون استفدت من الفيديو ده، ومتنسيش الاشتراك واللايك عشان هو بيدعمني وبيخليني اعمل فيديوهات. يعني انت عارفين لو انتوا ما عملتوش اشتراك او لايك والكلام ده، اقول انا هعمل ايه؟ هعمله يعني هتفرج انا على نفسي؟ انا اصلا بزهق من نفسي يا جماعه، والله بزهق من نفسي. فاتفرجوا عليا عشان تدعموني ان انا اعمل فيديوهات تاني وكده، واشوفكم في الفيديوهات الجايه. يلا باي باي.